أحبائي الذين انتهت إليهم أواخر الدهور، مرحب بكم في هذه الرسالة اليومية اللي قلب الرب عمال بيتحرك عليها بسكيب خاص بالمحبة بالتشجيع. ده قلب الآب لكل حد بيستمع، محبة، تشجيع، تقوية، ترقية. ارفع عينك من نفسك، لأن الرب سيصنع بك وفيك ولك ومن خلالك ما لم يخطر على بالك، ما لم يخطر على بالك، ما لم تسمع به، ما لم تختبره من قبل، ما لم تختبره من قبل. رب دخلنا أراضي لم ندخلها من قبل. رب سيجعلنا نختبر ما لم نختبره من قبل. احنا مش كنيسة بتدور في البرية، احنا كنيسة بتدخل لتمتلك أراضي جديدة روحية فيها حصاد مليانة أمم وشعوب بتمتلك، لأن الغاصبون يمتلكون. في أزمنة مختلفة جدا على العروس المرهبة كجيش بألوية، هي طاهرة كالشمس نارية لكن كمان هي مرهبة كجيش بألوية. فعايز شجعك جدا، ده زمن ترقيات زي ما بنحكي في كل رسالة يومية، ده زمن نعمة، ده زمن استقبال، ده زمن ترقية بتحصل في حياتنا. عشان كده في امتحان، الامتحان زي ما اتفقنا هو مش حاجة، مش كلمة بايخة، الامتحان هو للترقية، هو للعبور، هو للدخول إلى المستوى الأعلى. مرة كمان للتأكيد أنا عمال بكررها كل رسالة في هذه الثلاث أربع رسائل الأخرانيين، إن التجربة من المجرب إبليس، والتجربة هدفها سقوطك، أما الامتحان فهي دائما من الرب ودائما هدفه ترقيتك. فدائما هناك نعمة منسكبة من أجل ترقيات في الروح. فتشجع جدا 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 لهذه الأزمنة حتى لو فيها امتحان. حكينا عن امتحانين، امتحان الإيمان وامتحان النار أو امتحان الروح القدس، امتحان الروح الناري في داخلنا زي ما حكينا مع بعض. النهاردة تالت امتحان جوايا، ودول في امتحانات كثيرة في الكتاب المقدس، لكن دول التلاتة اللي أنا انشغلت بيهم في هذه الأزمنة واللي شاعر إن عليهم حرب بصورة خاصة في الكنيسة. في امتحان في الإيمان في الكنيسة ولغة الكنيسة، في امتحان في النار في الكنيسة، هل الكنيسة نارية أم كنيسة فترة؟ في امتحان الثالث هو امتحان الرؤية، لأنه حاجات كتيرة في هذا الزمن بتحاول تشتت رؤيتنا، حاجات كتيرة بتحاول تشتت، بص هنا بص هنا، شوف دي شوف دي. العالم يشتت حتى في بعض أحيان في الأمور الروحية يحصل فيها تشتيت عن الفوكس. عشان كده كمثال كلكم عارفين الشاهد ده بنحبه جدا في سفر الرؤية، كنيسة لاوديكية، أحد الحاجات التلاتة اللي قالوا أشير عليك أنك تشتري ثياب بيضاء، ده بر يسوع يغطيك، أن تشتري ذهب متصفي بالنار لأنه ده المجد اللي متصفي بالنار، ونمرة ثلاثة كحل عينك. حاجة عجيبة جدا أن يقوله علاج الفتور اللي أنت فيه استرداد الرؤية، كحل عينك لكي تبصر، لأن بيحصل حرب على الرؤية. وده الامتحان اللي أنا مشغول بيه في هذا الزمن، في محاولة تشتيت للرؤية، تشتيت لقلبك، تشتيت لرؤيتك، تشتيت لدعوتك. أذكرك بحبة آيات مشهورة كلنا عارفينها في إنجيل متى صح 6 في الموعظة على الجبل، سراج الجسد هو العين، يعني النور بتاع الجسد هو العين. إن كانت عينك بسيطة، هو مش يتكلم عن العين الطبيعية، عينك بسيطة، يعني ايه عين بسيطة؟ يعني العينتين شايفين نفس الصورة، ده صورة مش مركبة، ده شايفين نفس المشهد. ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، يعني كل الهيكلة بتاعتك، هيكلة افكارك، هيكلة حياتك، هيكلة فلوسك، هيكلة قراراتك، هيكلة قلبك بتبقى مليانة نور، جسدك كله يكون نيرا. لو ايه؟ لو العينتين شايفين نفس المشهد، مفيش تشتيت، مفيش لخبطه في الرؤيه. كمل معايا. ان كانت عينك شريره، وهنا لا يقصد عين بتنظر نظرات شريره، عينك شريره هنا في الكلمه الاصلها يعني العين مركبه، يعني عين بصه كده وعين بصه كده، عين بصه على الملكوت وعين بصه بخوف، عين بصه على الملكوت وعين بصه على العالم، عين بصه على الملكوت وعين بصه بطمع، عين بصة على الملكوت وعين بصة أيا كان الأمر التاني. فتشتيت. إن كانت عينك شريرة فجسدك كله، الهيكلة كلها بيحصل فيها لخبطة، جسدك كله يكون مظلما. واو، كانت عينك الرؤية
واضحة، الرؤية ثابتة بلا التواءات في القلب، عينين قلبك ما فيهاش أصنام داخلية، لكن شايفين الدعوة اللي على حياتي، الرؤية اللي على حياتي، أولوية الملكوت، أولوية حضورك، أولوية كلمتك، أولوية إن قلبي صادق قدامك، دي أولويات. عينك بسيطة، جسدك كله نيرا. عينك مركبة، جسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور، إن كانت الرؤية التي فيك فيها ظلمة، فالظلام كم يكون؟ يعني لو أنت الهيكل المفروض يبقى مليان نور، ويبقى الرؤية بتاعتك فيها ظلال ظلمة، فالظلام كم يكون؟ يعني ما أشر النتيجة، ما أسود النتيجة لما يحصل امتحان للرؤية واكتشف إن عينيا محولة، عينيا مركبة، عينيا شريرة، عينيا بص على مشهدين في نفس الوقت. ربي رجع البساطة التي في المسيح، عينك بسيطة، يعني الرؤية بتاعتك بقت الاتنين واحد. في هذا الزمن هناك امتحان للرؤية، هل أنا باصص هنا وهنا؟ هل أنا في قلبي ده عينين قلبي، هل عينيا باصة هنا وهنا؟ أذكركم بواحد، أنا هقرأ لكم آياته، خادم من الكتاب المقدس، كان اسمه ديماس. ولو تابعت الآيات عن ديماس، ديماس كان في فريق بولس الرسول، يعني كان من فريق الخدام، كان من فريق الخدمة بتاع بولس الرسول. بس لما تقرأ عن بولس الرسول هو بيحكي مع فيليمون في رسالة فيليمون، هي صح 1 آية 24، فبيسلم، بيقول له اللي بيسلموا عليك من الفريق عندنا، ويذكر ديماس، ويقول أول ديماس ولو الطبيب. لكن لما يجي يكتب كلوسي، وكلوسي اتكتبت بعد فيليمون، في كلوسي 4:14 قال لو الطبيب الأول وديماس. خلي بالك مش اعتباطا، يعني لما حط ديماس قبل لوقا في فيليمون كان بيقدم ديماس على لوقا، لما في كلوسي اما قدم لوقا على ديماس كان بيقول ان ديماس حصل تراجع شويه في الرؤيه بتاعته. وياتي الرساله الاخيره اللي كتبها الرسول بولس في تيموساوس الثانيه صح 4:10، وتاتي الايه اللي بتوجع، ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر. واضح إن ديماس في رسالة فيليمون أو في زمن رسالة فيليمون كانت عينيه بسيطة، الاتنين شايفين نفس الحاجة، شايف الخدمة، شايف الرؤية، شايف النعمة، شايف القداسة. أول بعد شوية واضح إن عينيه ابتدت ما تبقاش بسيطة، تبقى شايفة صورتين. فالحالة الروحية بتاعته ابتدت تضعف شوية. وبعد كده في وقت تيموساوس الثانية صح 4 قال ديماس تركني لأحب العالم الحاضر. عينيه، العين اللي اتملت ظلاما، فالظلام كم يكون؟ وديماس أحب العالم الحاضر. مش مقاصد رب ان احنا نتعثر، مقاصد رب ان احنا ننجح في امتحان الرؤية. هذا الامتحان سينجح لما يقول لك يسوع، لما راح صليب، راح صليب، يقول لك حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم، الآية دي في لوقا 9. لما تمت الأيام وهو عارف هو رايح للصليب ثبت وجهه، يعني فاكرين لما قال التلاميذ لا تسلموا على أحد في الطريق؟ بإيه؟ يعني ثبت وجهك، ما تتشتتش بتشجيعات، ما تتشتت بتفشيلات، ما تتشتتش بكلام ملق، ما تتشتتش لو أنت خادم والناس بتشجعك، ما تتشتتش حتى بده، ما تتشتتش بهجوم الناس ولا بتملق الناس، ما تتشتتش بتشجيعات ولا تتشتت بتفشيلات. ثبت وجهك، ثبت رؤيتك، ثبت دعوتك، ثبت قلبك وراء الرب. هذا ستنجح في هذا الامتحان، ستنجح الكنيسة، ستنجح، ستثبت وجهها. يسوع كان رايح الصليب لكن ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. لن نكون ديماس، سنكون مثل بولس الذي أكمل السعي، حافظ الشهادة، أكمل السعي. ليه؟ لأنه في حاجة مجيدة في تثبيت الرؤية. فاكرين حبقوق لما قال على مرصدي أقف لأراقب لأرى ماذا يقول لي؟ ليه؟ لأن الرؤية بعد إلى ميعاد، هو ثبت قلبه على المرصد ليسمع، ليرى، ليمتلئ، وثبت طريقك بحسب الرؤية. لم أكن معاندا للرؤية، في رؤية على حياتي أنا همشي عليها بخطوط لم أكن معاندا، مش هتلفت يمين وشمال، لن أحيد عنها يمينا
أو يا سارة. خليني أختم بآيات أنا بحبها جدا جدا جدا، وبتابعوا هذه الخدمة عارفينها بحبها، في رسالة بطرس الثانية لصاح الأولاني، وعد غير مسبوق في هذا في الكتاب المقدس، وعد غير عادي غير عادي في بطرس الثانية لصاح الأولاني وآية 10: اجتهدوا أيها الإخوة، بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم، الرؤية بتاعت حياتكم، دعوتكم واختياركم ثابتين. وفي تراجم يقول لك ثابتين أمامكم، ثابتين قدام عينيكم، يعني ثبت هذه الرؤية، اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. ما أروع هذا الوعد! تصور الكتاب المقدس بيقول لك لن تزل أبدا. هل في وعد لن تعثر؟ طوبى لمن لا يعثر فيا. لن تزل ابدا. كنيسه بتعدي بامتحان ولن تزل ابدا. نعم، اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، هكذا لو ثبت دعوتك واختيارك هكذا يقدم لكم بسعه دخول الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الابدي، يقدم لك بسعه برحب، يعني تخش من باب الايمان الضيق وتجد رحب وراه، يقدم لك بالسعة دخول إلى ملكوت الله. إيه السعة دي؟ لأنك ثبت عينك، جعلت دعوتك واختيارك ثابتين أمامك لن تزل أبدا. إيماني غير عادي أن الكنيسة العربية ستعبر في هذا الزمن امتحان الرؤية، وستدخل إلى ترقيات في الاستخدام وترقيات في القوة وترقيات في النعمة غير عادية. نحن لسنا للارتداد للهلاك، نحن لسنا للتعثر، نحن لسنا للخوف، نحن لسنا لفقدان الدعوة والرؤية، لسنا ديماس، نحن لنا نعمة ولنا دخول ولنا اقتراب، لسنا للارتداد، نعم للقوة، نعم للفرح، نعم للاستخدام، نعم لكل مقاصد الرب للكنيسة في هذا الزمن. فتشجع تشجع تشجع تشجع، واطلب، قوله ثبت قلبي، أنا برفع عيني، بثبت وجهي تجاهك لأنك أنت صالح. قوله كده بشكرك، أنت أبرع جمال، لما بثبت وجهي عليك ما أروع ده، بنراك فتفرح قلوبنا يا رب، بنثبت وجهنا عليك فبنتغير إلى تلك الصورة. أشكر رب من أجل هذه الأزمنة، أشكر معايا رب من أجل هذه الأزمنة، أنها أزمنة مجيدة لن نعثر فيها طول ما عنينا بننجح في امتحانات بتنقينا وبتنقلنا وبترقينا للأزمنة اللي جاية. ملء البركة، ملء النعمة على حياتك.